أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن الوضع في قطاع غزة أصبح غير محتمل، ويتطلب مضاعفة جهود الإغاثة الدولية في ظل الدمار غير المسبوق الذي خلفه الاحتلال، وذلك بخلاف الخسائر البشرية التي تجاوزت 40,000 شهيد. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في فعالية لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد عبد العاطي خلال الفعالية أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يعد ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستعرضا محددات موقف مصر من القضية الفلسطينية والذي يرتكز على ضرورة التوصل لتسوية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني ولإقامة دولته المستقلة على خطوط 67 وعاصمتها القدس الشرقية.